على طول يا اخويا مخنوقه كده. ست صباح، انا بكرر اعتذاري عن اللي حصل النهارده. نيلي والله طيبه قوي، بس هي عصبيه حبتين، بس صدقيني قلبها زي الفته البيضة بالظبط. قصدك البفته البيضة؟ ايوه بالظبط، هي البفته البيضة. ولا يهمك يا سي عبد الله، حصل خير. اهي برضك زي اختي الصغيره بالظبط. هي شكلها حلو وبنت ناس، بس ما شافتش تربيه. انا برضو مقدر البهدله اللي حصلت لكم النهارده في القسم. عادي، احنا متعودين على كده. بس تصدقي رغم كل ده انا مبسوط قوي اني شفتكم النهارده، زي ما تقولي كده ليكم شوقه. القلوب عند بعضيها يا سي عبد الله، انت كمان كان ليك وحشه. طيب ما تيجي اجي؟ فين يا اخوي؟ في الفيلا، في الفيلا عندي. ما تيجي بكره تشرفونا نتغدى مع بعض، والولاد يقعدوا مع بعضيهم واحنا كمان نقعد مع بعض، ولا ايه؟ وماله، نيجي يا سعبد، وهو البنات يقعدوا مع بعضيهم واحنا كمان نقعد مع بعضيهم. هو ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اختي وده ايه ده يا اختي ده؟ عادي يا خالتي عادي، هما الناس البهوات بيبقى عندهم من النوع ده كتير. سيدك موجود؟ ماذا؟ لا سيبيها لي دي بقى يا خالتي. يا ايتها الكاميريرا الفلبينية، نحن بصدد لقاء السيد عبد الله. حاصلة ساو وبلده. سأبلده. شكرا لك أيتها البلهاء. فضل. بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا بنتي يا شريهان، ده لبلب في اللغات. امال يا خالتي، ما شاء الله عليك يا حبيبتي. اهلا وسهلا. اللي انا بيتي نور النهارده. منور بصحابي يا استاذ عبد الله. ازاي حضرتك؟ اهلا يا حبيبتي. اهو كده لازم فعلا نتبادل الزيارات والود، احنا اهل يا جماعه. احنا على طول تحت النظر يا عمو. عمو؟ الله، بحب الكلمه دي منك قوي، طالعه بوقك زي العسل يا حبيبتي. طب اتفضل يا استاذ عبد الله، دي حاجه بسيطه كده، 5 كيلو يستفنجي وطبق بسبوسه يستاهل بقى. والله ما كان له لازمه التعب، اول مره اشوف بسبوسه تجيب بسبوسه. طيب استاذنكم، البيت بيتكم، انا هطلع بس اندهل نيلي واجي على طول. برضو عملت اللي في دماغك وجبتهم هنا في البيت. نيلي معلش، نبقى نتكلم بعد ما يمشوا، بس دلوقتي من فضلك قابليهم كويس عشان خاطر بابي. هو مين قالك اصلا ان انا هقابلهم ولا هنزل اقعد مع الناس الجرابيع دي؟ نيلي وبعدين عيب، دول قرايبنا. قرايبنا ازاي؟ ازاي ايه؟ شريهان اللي قاعده تحت دي تبقى بنت عمك عبد الحليم اللي هو اخويا مش شقيقي، من ام تانية، عشان جده ميكي الله يرحمه كان متجوز واحده تانية غير ماما ميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ لا انتي لسه عايشه. مين دي يا خالتي؟ دي الحاجة ميمي، مرات جدك مكاوي. ازيك يا حاجة؟ سلمي على ستك يا شريهان. ازيك يا ستو؟ ايه ده؟ هي ليه عاملة كده؟ الزمن غدار، هدها من عمايلها السودة. اصلها كانت ست قادرة وما كانتش بتطيق جدتك ولا ابوكي، ومن ساعة جدك ما مات وملقوش ولا مليم من ثروته وهي حالها بقى عامل كده. وبعد ما جده ميكي الله يرحمه توفى، زي ما تقولي العلاقة ما بيننا خفت، خصوصا ان ماما ميمي ما كانتش بتحب ابدا ماما زيزي اللي هي مامة عبد الحليم اخويا الله يرحمه هو كمان، فعشان كده كانت بتمنعنا ان احنا نروح نشوف بعض او نتزاور. طب بعد الهري ده كله المفروض انا اعمل ايه دلوقتي؟ تنزلي تقابليهم وتضيفيهم كمان كويس. الله، مش قرايبك؟ دول قرايبك انت
ودي بنت اخوك انت، انا مالي؟ نيلي من فضلك، شريهان تحت دلوقتي عارفه انك موجوده، لو ما نزلتيش تقابليها هيبقى شكلك وحش. على فكره يا بابي انا شكلي حلو جدا ومش فارق معايا خالص، لو انت فارق معاك انزل انت اقعد معاهم، اعمل اللي انت عايزه، دو وات ايفر يو وانت. يا بنتي احنا ما صدقنا لقينا عيله تودنا، بدل ما احنا بطولنا احنا الاثنين كده، حتى بعد عمر طويل تلاقي حد يجيلك وتروحي له. بليز بليز، انا مش بحب النيجاتيفيتي وشغل المتسولين ده، من فضلك اخرك معايا. هفضل قاعده في الاوضه محبوسه لحد ما هم يمشوا، وانت ممكن تقول لهم ان انا في النادي في السبا بعمل دايوز مع اصحابي اي حاجه، بس ريممبر ان انا هفضل محبوسه في الاوضه لحد ما الناس دي تمشي، وهعصر على نفسي زيتونه ليمونه whatever. مش whatever، ليمونه زيتونه ازاي هتعصريها؟ انا ممكن اعصر زيتونه عادي. على لا ليمونه. اوكي هعصر على نفسي ليمونه، بس بليز انجز وافتكر ان بنتك قاعده محبوسه عشان الجرابيع دول يتبسطوا تحت في بيتي. منوره يا حاجة مين. خالتي مش عيب عليها في السن ده لسه بتقرا ميكي. الله يكحمه جدك بقى مطرح ما راح، ما انت عارفه ان هو كان صاحب المجل وهو اللي كان بيكتب لغز ميكي. حسبي يا بنتي لا تعضك. استنتي يا خالتي اما نشوف. يا ماما ايه ده؟ ايه ده؟ يحيي العظام. وبعدين معاكم انتوا كل شويه هتضايقوني، انا مش قلت لكم ان لسه ما قريتهاش؟ مام مام بليز اهدي، بي كوايت مام. ايه ده عشان خاطري؟ طب ما كانش عشان خاطري، عشان خاطر شعرك. مام لما بتسخني شعرك بيحمر. ايه ده؟ عمو ما تخافوش ما تخافوش. لا ما نخافش ايه يا عمو، دي بتقوم تمشي. ايوه ما هي بتمشي. امال قاعده على الكرسي ليه، بتشتغلنا؟ لا ابدا، هي بتمشي وساعات ما بتمشيش، بتتكلم وساعات ما بتتكلمش، اصل هي مش قاعده، هي عندها مرض نفسي والدكتور قال ان عندها اضطراب وجداني ثنائي القطب وضلالات. طبعا ما هي طول عمرها ضلاليه وتاكل مال النبي اكل. انتوا عملتوا لها حاجه؟ ما عملناش حاجه خالص يا عمو، ده انا بس كنت باخد منها المجله زامت عليا وقامت مشيت. طب ودي حاجه بسيطه يا بنتي، المجله دي اللي سابها لها داد الله يرحمه. وهو المرحوم ساب حاجه غير المجلات؟ ايوه صحيح يا عمو، امال الثروه بتاعت جده راحت فين؟ هو مش كان عنده شركه شحن وتجاره لعب اطفال وكده؟ والله يا بنتي ما حد يعرف، الله يرحمه صفى الشركات كلها وما نعرفش ودى الفلوس فين، حتى شركة الشحن لولا وقفتي وشوية فلوس من مامة نيلي قدرت أوقفها تاني على رجليها. يعني ما سابش ولا فلوس ولا عقود أراضي ولا أملاك ولا أي حاجة؟ والله يا بنتي لا أبيض ولا أسود، ما لقيناش في الخزنة غير العدد ده، بس داد كان قال إن الثروة في لغز ميكي، جايز يقصد إن الثروة الحقيقية في العلم اللي سابه. علم؟ شلاه يا علم، يعني هو كان حفر الكنال يا خي. مش مهم ما علينا. هي الأمورة الزغننة في الأمورة في النادي، عندها تدريب، متفوقة رياضيا جدا. النهاردة كلموها قالوا لها ان عامل لها تكريم صغير كده في النادي، كانت زعلانة جدا ان مش هتحضر معانا الغداء، قدمها فرد فنية. اعمل ايه يا داد؟ قلت لها يا بنتي روحي وحصلين، واحنا بناكل هتلاقيها جت على طول. يلا اتفضلي. لسه قدامي شويه يا سو، انا قاعده متثبته في الاوضه مستنيه لحد ما يمشوا. بقول لك ايه، انا هنزل اجيلك دلوقتي، مش مهم خلاص طز فيهم بقى، بابي يبقى يتصرف معاهم ولا اي حاجه. سو ممكن اطلب منك طلب؟ فاكره الجام اللي اديتيهولي المره اللي فاتت اللي هو كان اسمه ايه، سمره؟ سماره. ايوه ده معصب قوي، بقالي ساعتين اصلا عماله باكل فيها مش قادره تفها. بليز هاتيلي منه تاني. ثانك يو باي. كسوف بقول لك ايه، في منه بس بيعمل بابلز. انا مش عاوز كسوف بقى، ده بيتكم. ها يجعله عامل. اهلا وسهلا. يا سلام، قد ايه انا مستمتع باللمه. انا عندي اقتراح، ايه رايكم لما نتلم اللمه دي كل يوم جمعه؟ لا الجمعه مش هينفع، بيبقى عندي شغل. بتشتغلي يوم جمعه؟ ليه انت بتشتغلي ايه؟ ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. اسكت يا استاذ عبد الله، الناس خيبتها السبت والحد
وهي خيبتها الاتنين وما وردت على حد. بس يا خالتي. بسيت. ليه يا حبيبتي انت بتشتغلي ايه؟ حضرتك انا الصبح بشتغل في الشهر العقاري، وبعد الظهر بشتغل كاشير في الشبراوي، ويعني بالليل بنزل اشتغل مع خطيبي. ما شاء الله ثلاث شغلانات على كده يا بنت مقرشة، ها ومعاكي فلوس. ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. بلا خيبة على خيبتها دي، لو لمت حق بلوزة اذبح عجل واعمل فرح. بلوزة؟ ثلاث شغلانات وبلوزة؟ لا لا لا، الاسبوع الجاي تجيب ورقك وتجيلي الشركة طبعا، ومرتب مبدئي 5000 جنيه. وحياة أمك. وحياة أمي. أسفة يا عمي، أصل يعني الخضة بس اتخطيت، معلش بجد. طبعا يا بنتي، إزاي يبقى عمك صاحب أكبر شركة للشحن في الوطن العربي كله وتتبهدلي البهدلة دي؟ ها ربنا يعلي ما قصدك وأشوفك في أعلى المراتب يا سي الأستاذ عبد الله يا ابني ميمي وميكي. ميرسي، حلوة قوي الدعوة دي يا صباح، خصوصا موضوع المراتب. خلاص الله، ساعة كده وهجيلكم. اقفلي دلوقتي هكلمك تاني. نيلي انت جيتي يا حبيبتي؟ جت من نادي نيلي. نادي ايه يا عمو؟ هو لا مؤاخذة النادي ده فوق. ايه كل ده يا بابي؟ انت مش قلت هتغديهم وتمشيهم؟ ايه يا بنت تغديهم وتمشيهم؟ دي احنا جايين من الشارع. انت بتتكلمي ليه اصلا يا بتاع؟ انت حد كلمك؟ هو انت عايزين اسمع شتمتي بوداني وافضل قاعده ساكته؟ هو انا مش هتمتكيش اصلا، بس لو عايزين اشتمك ممكن. نيلي بس يا بابي. لا بس بجد يا بابي، وريني كده يا حبيبتي هتشتميني ازاي وانا سايب عليكي لساني يبردك بارد. لو هتسيبي عليا لسانك انا ممكن اسيب عليكي كلابي. جرى ايه يا استاذ عبد الله؟ ما قلت لك يا اخويا تعمل كنترول شويه. طبعا طبعا نيلي، وبعدين شريهان انتوا بنات عم يعني زي الاخوات بالظبط. بابي انا قلت لك بس حصل، لو سمحت ما تتكلمش بقى، انا هعرف اتصرف مع الناس دي، وبعدين ايه اخوات دي؟ احنا مش اخوات اصلا. جرى ايه يا بنت انت؟ مالك متنيه ومفروض علينا كده ليه؟ ما كلنا اولاد تسعه. انا بنت اتنين بس اللي هم بابي ومامي، لو انت بنت تسعه شوفي الموضوع ده مع مامتك. اخرسي يا واطيه يا زباله يا بنت الوطيه. انت اتجننتي تدفعي عليا السكينه في بيتي؟ اقف عليك السكينه بالمعلقه والشوكه كمان لو انت حامل. الحمد لله ان احنا بناكلكم يا بنت، قسما بالله على جنبك بكتبها السلطه. في سوء تفاهم مش اكتر، انا هفهمها. حبيبتي هي تقصد تسع شهور، ان اي ست بتبقى حامل الحمل الطبيعي تسع شهور. لفة بعيدة قوي. انت مقتنع اصلا باللي انت بتقوله ده؟ بابي انا لازم امشي عشان عندي ميعاد، لما ارجع مش عايزة الاقي المناظر دي في البيت. لا بقى ده كده كتير قوي يا استاذ عبد الله. يلا بينا يا شريهان. يلا يلا يا اختي، ده احنا اتهزقنا على الاخر. لا عاش ولا كان اللي هزاك وانا موجود يا ست صباح. ولا عاش ولا كان ايه؟ اسكت بقى ما تخلينيش ادهم لك، اوعى من وشي. يلا يا خالتي يلا. يلا اسكت. اديني سكت. عمو طبعا الخلاف اللي حصل بيني وبين بنتك قليله الربايه ده ملوش اي علاقه بموضوع الشغل اللي بيننا، يعني عشان اثبت لحضرتك قد ايه انا بروفيشنال في الشغل. بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا حبيبتي.